احنا اتكلمنا عن الرحمة وعشنا مع أنوار الرحمة، وإن شاء الله نفتح أبواب الرحمة على بيوتنا وعلى شوارعنا وعلى مساجدنا وعلى العمل وعلى المؤسسات بتاعتنا، فنرجع مجتمع تاني رحيم. وعشان كده تعالوا ندعي ربنا ونقول له: يا من أنت أحن علي مني وبحسن تدبيرك وحنانك على الدوام تشملني، أسألك بحسن معاملتك لي التي عليها ربيتني، وعظيم أمدادك التي في أنهار جودك أغرقتني، أن تعفو عني فتطهر قلبي من كل سوادي حتى يعود إلى فطرته أصفى من اللبن، وتنير بصيرتي حتى أراك في كل شيء معي فيطيب عيشي وأرى جمالك في قلبي وبصيرتي ومسمعي. يا رب أكرمنا وافتح علينا واجعل كل أيامنا عيدا، واجعل كل أيامنا عيدا نرى فيها جمالك وودك ومددك. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اجعلنا محل نظرك برحمتك وبجودك يا أرحم الراحمين.